قبل سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المحامي الأستاذ حسن أحمد بداوي رئيس اتحاد المحامين الخليجيين وخلال اللقاء ثمن سعادة الوزير جهود الاتحاد في دعم مهنة المحاماة وما تحمله من رسالة سامية مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات بين المحامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يسهم في تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجال العدلي والقانوني